ليه بقى سايد في الفترة الأخيرة المنطق بتاع يعني فكرة إن في بطل؟ من حق أي حد إنه يتطلع للبطولة هو كمان، من حق كل واحد إن هو عايز ينافس البطل، بس ليه بقينا في الفترة الأخيرة البطل يبقى نرازيه؟ مش عارفين نبقى زيه فنرازيه، نوقعه، نهده، نعطله. ليه الفكر ده بقى سائد؟ يعني الفكر ده بقى سايد لاجل المنافسه، يعني برضك الناس بصه النادي الاهلي عايز يحقق البطوله ال 11، النادي الاهلي في حته ثانيه يا كريم، بعيد مع احترام الكل. إيه كفايه عليه كده؟ يعني مثلا المنطق يقول لك كفايه عليه كده كفايه عليه كده، لكن احنا صحيح والله ما بنكتفيش. سبحان الله، يعني المنظومه اللي موجود عليها النادي الاهلي صعب جدا، بيدور على ال 11 وبعدين ال 12 وبعدين ال 13 وهكذا، لان زي ما قلنا احنا النادي الاهلي في حته تانية. احنا لو نحرك الكره الارضيه كده بقى يا كريم، هتلاقي النادي الاهلي ممكن يطلع من اسيا وافريقيا يروح لاوروبا. يا عيني يا عيني يا كابتن ماهر، والله دي مكانة الجو هيبقى لا لا. دي مكانة دي مكانة النادي الاهلي دي مكانة النادي الاهلي. يعني احنا امبارح طبعا بنبارك لريال مدريد، لكن كنا نتمنى عشان احنا عايزين نلحق ريال مدريد في الانتصارات في البطولات اللي بيننا وبينه. فامبارح احنا يعني ريال مدريد فرق عننا يمكن بثلاث اربع بطولات، فده برضك هيخلينا ان احنا نكافح برضك تاني ان شاء الله على اساس ان احنا باذن الله ننافسه على البطولات ونقرب بالعدد اللي بيننا وبينه بشكل كبير. لكن عايز اقول لك ان احنا تجهيزاتنا الفنيه والاداريه الحمد لله اكتملت بوجودنا في المغرب. عايز اقول لك السيناريو بتاع الرجاء لسه برضك احنا خدنا درس منه، حته التعطيل قبل المباراه والباص والجماهير اللي دخلت من غير تذاكر والضغط الجماهيري والاسترس اللي واقع على اللعيبه من خلال التسخين ومن خلال المباراه. حتى كمان الاساليب اللي بيلعبوا بيها لعيبه شمال افريقيا وبالاخص المغرب وتونس والجزائر، ان هم بيحاولوا يخرجوك عن التركيز، يعطلوا الكره بيتعطل بقى والحارس المرمى يلعب الكره بعد دقيقه وبعدين يقع اللعيب منهم يقع يتعالج مثلا لو هو كسبان يتعالج بعد دقيقه دقيقتين. يعني الحاجات دي كلها محطوطه في ذهنهم في تركيزهم ان هو ازاي يخرجك عن التركيز يا كريم. لكن الحمد لله 400 بقى لنا يومين ثلاثه موجودين في المغرب، اللعبه كلها مركزه بشكل كبير جدا، الجهاز الفني مستر موسيماني قاعد ذاكر الفرقه بشكل كبير. طبعا هو عامل سيناريو للمباراه وعامل تشكيله هي الامثل اللي ممكن تكون هي الاجهز في خلال هذه الفتره. عايز اقول لك بتمنى ان احنا اللقاء نبداه زي مباراه الاتحاد الهلال السعودي في البطوله العربيه اللي احنا فاجئنا بيها الناس كلها وضغطنا على الهلال من البدايه، قدرنا نحرز هدف والتاني وخلصنا المباراه في التلت ساعه الاولى. فاتمنى السيناريو ده اللي احنا يعني اديناه في مباراه الهلال السعودي، اتمنى ان مستر موسيماني يكون مخبينا المفاجاه بقى ان احنا فعلا نضغط على الوداد، ودي برضك من ضمن الحاجات اللي هو بيسعى اليها في تقسيمه للمباراه.